يفترض أن نتوحد، يعني كل يعني أهل الحق يتوحدون ولا ينظرون إلى مصالحهم الشخصية ولا القبلية ولا ما إلى ذلك، وإنما نظروا إلى مصلحة الإسلام والمسلمين حيث كانوا. فنعم التفرقة معروفة، يعني تسبب فشلا ذريعا، ولا يستطيع أحد الإصلاح في حالة التشرذم وحالة التشتت. فإذا لم نترك ذلك ونلتئم، ولا يكون المعيار الذي ننظر إليه إلا قضية الحق والباطل، فإن هذه المسألة تقربنا وتوحدنا، ونترك جانبا ما يخطر ببالنا من المصالح الشخصية أو القبلية أو غير ذلك. فالمسألة والله واضحة تماما هي، نعم، لمن يخشى الله ويتقه ويضرب حساب لليوم الآخر. واليوم الآخر قريب، عندما توضع في القبر هذه بداية اليوم الآخر. نعم، عندئذ لا يدخل معك مالك، نعم، ولا قريبك ولا وظيفتك ولا جاهك، نعم، وإنما تترك وحيدا، ويرجع الناس إلى أماكنك فيتحدثون عنك قليلا، هؤلاء الأصدقاء والمقربون، وأما البقية الباقية فلا يتحدثون عنك أصلا.